يا مساء الجمال على أحلى متابعين في الدنيا بحالها، وحشتوني جدا جدا من القصة اللي فاتت. أما النهاردة فأنا جايبة لكم قصة جديدة بقلم الجميلة لادو غنيم. وقبل ما أبدأ ما تنسوش بقى لو عجبتكم القصة تعملوا لايك واشتراك في القناة، ويلا بينا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ونبدأ قصتنا. قوم يا بنت مالك مخمودة كده ليه؟ مش قلتلك تنظفي المكان ده بدل ما هو عامل زي الزريبة كده؟ أنا روقت أهو، انت مش شايف ان المكان نظيف يا عم صالح؟ لا يا اختي مش نظيف، ولو انت شايفاه نظيف فانا بقى شايف المكان زي الزفت. ايه رأيك بقى؟ ماشي يا عم صالح، هروق تاني وامر لله. انت كمان مش عاجبك؟ يا بجحتك يا شيخة. بقولك ايه يا بنت، انت انا خلاص زهقت منك. ايه رأيك بقى انك لو مروقتيش المكان كله واولهم قطي هكون مغورك بره الميتم ده، وشوفي بقى هتروحي فين وتقعدي فين. حرام عليك يا عم صالح، ما انت عارف اني ماليش حد، واني وعيت لقيت نفسي هنا في الميتم. انا ماليش اب ولا ام، الميتم ده هو اللي رباني وكبرت فيه، انا ماليش اي حد اروح له لو خرجت من هنا. ما انا مش عايز اعمل كده عشان خايف عليكي، بس انت اللي بتنرفزيني منك يا مسا. خلاص سيبك من الميتم كله وروحي رتبي اوضتي وبس، عشان العيال الصغيرين بهدلوها خالص يا بنتي. يلا روحي. قال صالح كلامه بخبث، أما مسا فمسحت دموعها وابتسمت. حاضر يا عم صالح. تعالوا بقى أعرفكم بنفسي، أنا اسمي مسا مختار سعد، اتربيت في الميتم ده من وأنا عندي 3 سنين، من ساعة ما أمي ما ماتت وأبويا كمان مات في حادثة عربية، ومن يوميها وأنا عايشة هنا لحد لما كبرت وبقى عندي 20 سنة. حياتي كانت بالنسبة لي حلوة وبحمد ربنا عليها، لحد لما دخلت أروق أوضة عم صالح، راجل عجوز عنده 52 سنة، كنت بعتبره زي أبويا، بس يا خسارة ما طلعش زي أبويا، وكان عايز ياخد حاجة أعز عليا من أي شيء تاني، وده في الوقت اللي دخلت أروق فيه أوضته. مشيت ودخلت أروق أوضة عم صالح اللي كانت مبهدلة شوية، وأثناء ما أنا بروق لقيت عم صالح دخل وقفل الباب بالمفتاح وبيبصلي بلقم. الله ينور عليك يا مسا، أيوة كده روقيها، أصلها مبهدلة قوي زي ما أنت شايفة. ما أنا بروقها. هو انت جيت ليه؟ قصدي يعني انت مش كنت رايح تقابل المديرة؟ اصل سمعتها وكانت بتدور عليك، فروح شوفها عشان ما تزعلش وتتعصب عليك. قرب مني ووقف قدامي وابتسم وقال لي انت خايفة عليا يا مسا؟ لحظتها بعدت عنه لورا وانا قلبي بيدق برعب بسبب طريقة كلامه وبساطه اللي مريحتنيش. طبعا، ده انا طول عمري بعتبرك في مقام ابويا، اكيد لازم اخاف عليك، ما انا زي بنتك برضو. وهو انا برضو بنتي هتبقى حلوه كده وعيونها خضرة؟ بقولك ايه، ما تسيبك من جو ابوكي واخوكي والحوارات دي كلها. ها انت تقصد ايه بالظبط؟ قرب مني عم صالح ومسك ايدي اللي عماله تترعش. قصدي اني بحبك وعايزه اتجوزك، ايه رايك يا قلب صالح؟ اتصدمت من كلامه وحسيت بالخوف اكتر. تتجوزني؟ مستحيل، ايه اللي بتقوله ده يا عم صالح؟ ده انا بشوفك زي ابويا، وبعدين انا مستحيل اتجوزك، انت اكيد اتجننت. جن لما يركبك. بقولك ايه يا بت، انا بقالي فترة صبر عليكي بس لحد كده وكفاية قوي، وانا بقى اللي مش عايز اتجوزك، بس هاخد اللي انا عايزه منك بالعافية ومن غير جواز كمان، ووريني بقى هتمنعيني ازاي. قرب مني وحاول يعتدي عليا وانا كنت بصوت وبعيط عشان حد يلحقني، لحد لما الباب خبط وسمعنا صوت المديرة من بره، فلقيت عم صالح بصلي وقال لي بغضب لو صوتك طلع هكون قتلك، على الله تنطقي بحرف واحد قصادها. ومشي صالح وفتح الباب وبصل المديرة بابتسامة. اهلا اهلا يا مدام سرية، نورتي اوضتي، خير في حاجة؟ مالك يا مسا، كنت سامع صوتك بتصرخي في حاجة؟ دي كانت بتروق لي الأوضة ورجليها اتخبطت في الدولاب، ما تقلقيش عليها. المهم حضرتك مسا كانت لسه بتقولي قبل ما تتخبط انك كنت بتدوري عليا. ايوة كنت بدور عليك عشان اقولك ان رجل الاعمال محمد الخداوي جاي بكرة يزور الدار بتاعنا، ولو عجبته هيتبرع علينا بمليون جنيه، عشان كده عايزاك تزبط المكان وكل حاجة عشان نقدر ناخد منه التبرع ده. بس كده اعتبر التبرع بقى معانا. انا واثقه فيك يا صالح، بس هبات النهارده هنا عشان اراجع على كل حاجه قبل الصبح، لان محمد باشا هيجي بدري ولازم اكون في انتظاره.
ماشي يا مدام سرية وما تقلقيش خالص، قبل ما يوصل هتبقى كل حاجة تمام. ووقتها بصت لي بابتسامة، جرائية ماسة هتفضلي واقفة عندك كده؟ تعالي عشان ورانا شغل مهمة في الميتم، يلا تعالي ورايا. اسبق انت يا فندم وانا هجيب ماسة وكمان اجيب باقي البنات عشان برضو تقولي لهم على الميعاد عشان كلهم يبقوا جاهزين. خلاص هستناكم في اوضتي. وبالفعل مشيت مدام سرية، اما انا فجريت على الباب عشان اخرج، بس لقيت عم صالح بيمسك ايدي وبيقولي بنبرة كلها تحذير ومرعبة جدا، على الله تقولي لها اي حاجة وإلا والنعمة هكون دبحك، وخلي في علمك بكرة بالليل يا حلوة هاخد منك اللي انا عايزه ووريني هتمنعيني ازاي، ويلا دلوقتي خرجي. كنت بعيط وانا ساكته وانا مرعوبه منه، وخرجت اجري من الاوضه لحد لما رحت اوضه المديره ومسحت دموعي وفضلت عندها اخد الاوامر مع البنات اللي جم، وفضلنا طول الليل نشتغل لحد لما الليل عدى وطلع النهار بعد ما جهزنا كل حاجه في الميتم، وقعدنا كلنا واحنا مستنين محمد الخديوي اللي بيقولوا عليه. وعلى الطريق كان راكب محمد الخديوي اللي عنده 30 سنه جوه عربيته وجنبه خالد ابن عمه. انا مش فاهم انت ليه اخترت الميتم ده بالذات عشان تتبرع فيه يا محمد، مع ان في مياتم كتير افضل منه وفعلا محتاجين الفلوس. عشان انا اتربيت في الميتم ده يا خالد، لما امي ماتت وابويا جابني فيه لما اتجوز الست هانم نورة، وانت عارف لما ابويا مات عم سعيد ابوك هو اللي جه وخدني من الميتم ده ورباني وسطيكم. سعيد ده يبقى عمك اخو ابوك يا محمد. اي نعم عم الخديوي كان مقاطعنا ومش بيجيلنا خالص، بس اول ما ابويا عرف باللي عمله معاك جري على الميتم وجابك عشان تتربى في بيت عمك ووسطينا. بس برضو ارجع واقولك انا مش مقتنع بحكاية التبرع بالمبلغ الكبير ده. طب اقسم المبلغ ووزعه على كذا ميتم، هيكون كده افضل يعني. خالد اقفل السيرة دي، انا قلت هتبرع بالمبلغ كله لميتم الحياة، وانت عارفني ما برجعش في كلامي. ما هي دي المصيبة، انك ما بترجعش في كلمتك. بعد ما نخلص اللي ورانا في الميتم انا هروح الفيلا بتاعتي عشان حاسس بشوية ارهاق، وانت روح الشركة وتابع الشغل مكاني. تمام يا خالد؟ تحب ابعت لك الدكتور عشان يستناك في الفيلا؟ لا مش مستهلة، المهم اعمل اللي قلت لك عليه. ما تقلقش خالص، هروح الشركة بعد مشوار الميتم. وبالفعل وصلوا للميتم ونزلوا من العربية ودخلوا عند المديرة. اهلا يا محمد بيه، شرفتنا. اهلا بيكي، طبعا زي ما انتي عارفه اني جايه هنا عشان اتفرج على الميتم عشان اتبرع بمليون جنيه. طبعا طبعا اتفضل معايا عشان تتفرج عليه براحتك. وبالفعل قام محمد ومعاه خالد وبداوا يتفرجوا على الميتم، اما ماسة فكانت واقفه عند باب الميتم وبتعيط بسبب خوفها من صالح اللي جه من وراها وبدا يتكلم. حضري نفسك لبالليل يا قمر عشان انا مش هسيبك تفلتي من ايدي النهارده خالص. حرام عليك، انت ليه بتعمل معايا كده؟ ده انا قد عيالك، ابوس ايديك اعتقني لوجه الله. عيالي دول ناوي اجيبهم منك ونربيهم هنا في الميتم زي ما انت ما تربيتي. وبعدين مالك زعلانه كده ليه؟ ايه مش عاجبك؟ ده انا حتى هدلعك اخر دلع. اقول لك ايه بس عشان ضميرك يصحى، انا مش فاهمه، انا مش فاهمه ليه بتعمل معايا كده وليه عايزني؟ ده انا عمري ما اتكلمت معاك غير بكل احترام وادب. ما هو اللي عجبني فيك ادبك ده، عشان كده ناوي ادلعك شويه عشان اشوف قله ادبك هتبقى عامله ازاي. ده انا الفضول هيموتني. كنت حاسه بالغضب وبالحزن على نفسي في نفس الوقت. موتى لما تاخدك منك لله، إلهي ربنا ياخدك، إلهي ربنا ياخدك يا رب، والليل ما يجيش عليك أصلا. ادعي براحتك، بس الليل هيجي إن شاء الله وهاخدك، يعني هاخدك. سلام يا قطة، أشوفك بالليل بقى في قطي. ومشي صالح، أما مسا ففضلت تعيط وهي خايفة. أنا مستحيل أفرط في شرفي مهما حصل، أنا لازم أهرب من المكان ده، بس هروح فين وإزاي هخرج من هنا؟ ده المكان هنا مفهوش مواصلات عشان أمشي وأهرب. وسكتت وبصت على العربية اللي كانت واقفة قصادها، ولقيت السواق اللي فيها نزل وبعد عنها وهو بيتكلم في التليفون، فاستغلت مسا الموقف وجريت وفتحت شنطة العربية وركبت فيها وقفلتها عليها كويس، وفضلت نايمة جواها وهي خايفة حسن حد يشوفها. أما جوا الميتم فكان واقف محمد ومعاه خالد بعد لما اتفرجوا على الميتم كله. أتمنى يكون عجبك يا محمد بيه. عجبني جدا، وعشان كده تفضلي، ده شيك بمليون جنيه تقدري تصرفيه في اي وقت. وادالها الشيك وابتسمت سرية بفرحة.
شكرا جدا، المبلغ ده هيساعدنا قوي في اننا نحسن حالة المكان، وكمان هنجيب وسيلة نقل لان زي ما انت شفت كده مفيش هنا اي مواصلات في الطريق لان المكان مش متعمر. الشيك ده هيكفي كل احتياجاتكم يا استاذة سوريا، ما تقلقيش خالص، انا متأكدة من كده بجد. شكرا جدا. طب ايه، هنمشي ولا لسه في حاجة كمان لسه ما قلتهاش يا محمد؟ لا قلت كل اللي عندي، المهم سوريا هانم تحسن التصرف في المبلغ وفعلا تلبي احتياجات المكان. ما تقلقش يا فندم، فلوسك وصلت للمكان الصح، شرفتنا. تمام، مع السلامة. ومشي محمد وخالد وراه وركبوا الاتنين العربية ومشي من المكان وراحوا على الشركة، ونزل خالد اما محمد فرجع بعربيته للفيلا بتاعته. وبنرجع تاني لجوه الميتم، كان صالح عمال بيدور على ماسا اللي بقالها 3 ساعات مختفية. غارت فين البت دي؟ انا قلبت عليها المكان ومش لاقي لها اي اثر. وسكت صالح وقتها بسبب حسان، طفل عنده 8 سنين جه ووقف قصاده. عمو صالح، أبلة ماسا كانت بتلعب استغماية، أنا شفتها وهي بتستخبى جوه عربية الراجل الحلو اللي كان قاعد مع ماما سوريا. أنت متأكد يا حبيبي؟ أيوة أنا شفتها بعناية دول وهي بتلعب وبتستخبى جوه العربية. ماشي يا حسان، امشي أنت لعب مع أخواتك. أمنتي بقى يا ست ماسا، فوحياة أمك ما هسيبك وهرجعك لهنا غصب عنك. ومشي صالح وراح لقطه. وبنروح لفيلة محمد اللي كان وصل ووقف العربية ونزل منها وراح يتكلم مع السواق. فين عصاية الجولف بتاعتي؟ جوا شنطة العربية يا فندم، ثواني هجيبها لسعادتك. ومشي السواق وفتح شنطة العربية، ولحظتها اتصدم جدا بسبب ماسا اللي كانت بتبصله بخوف ورعب وهي بتترعش. اوعى تفهمني غلط، انا مش حرامية والله، خليني انزل وافهمك كل حاجة. الحق يا محمد باشا، في بنت مستخبية جوه الشنطة. وبالفعل جه محمد بسرعة وبص باستغراب على ماسا اللي بمجرد ما شافته نزلت بسرعة وهي بتترعش من الخوف، اما هو فبص للسواق بجدية. امشي من هنا انت، وانتي تعالي ورايا لما اشوف حكايتك ايه. ومشي السواق ومشيت ماسا ورا محمد ودخلوا للفيلا، وقعد محمد على الكرسي اما ماسا فكانت واقفة وهي بتترعش. ممكن تسمعني؟ انا والله مش عايزة حاجة، انا بس كل اللي عايزاني اخرج من هنا. محمد كان بيبص لها باستغراب لانه مش فاهم منها اي حاجة بسبب انها كل شوية بتتلخبط في الكلام وبتقول كلام مش مفهوم. وضحي كلامك شوية وقولي انت مين وايه اللي جابك في عربيتي. انا اسمي ماسا، بنت من بنات الميتم اللي حضرتك كنت فيه، وركبت جوه عربيتك عشان كنت عايز اهرب من الميتم. تهربي من ايه؟ انا مش فاهم منك اي حاجة. انا هربت من عم صالح، واحد بيشتغل في الميتم اللي انا تربيت فيه. لا وضحي كلامك اكتر عشان مش فاهم منك اي حاجة. حاضر هوضح. وبدأت ماسا تحكي لمحمد كل حاجة عنها وعن اللي حصل لها في الليلة اللي فاتت. وأول ما خلصت كلام قام محمد وبص لها بمنتهى البرود. وأنا إيه اللي يخليني أصدق كلامك؟ مش يمكن سرقتي حاجة من هناك وكنت بتهربي عشان محدش يمسكك؟ أنا مش مضطرة أكذب عليك لأني معرفكش ولا أنت تعرفني، يعني مش هستفاد حاجة من الكذب عليك. وبعدين عن إذنك أنا همشي وأسفة عشان ركبت عربيتك من غير إذن. بس أنا ما سمحت لكيش إنك تمشي يا ماسا، مش اسمك ماسا برضو؟ أيوة فعلا، بس يعني إيه ما سمحت ليش؟ يعني إيه فيها لما أمشي؟ فيها إنك أدام دخلتي بيتي يبقى ممنوع تتحركي منه غير بإذن مني. وبعدين أنا مش مقتنع بكلامك، عشان كده أنت هتفضلي هنا لحد لما أتأكد من كلامك. أظن إنك ملكيش مكان تروحي فيه، فدي فرصة حلوة ليك إنك تقعدي هنا. بس أنا هقعد هنا بصفتي إيه؟ وبعدين أنا ما طلبتش منك إنك تصدقني، أنا بس حكيت لك عشان أعرفك أنا ليه هربت. غير كده حضرتك ملكش أي حكم عليا، لأن إحنا أصلا ما نعرفش بعض. بالظبط كده، ما هو عشان احنا ما نعرفش بعض فانا ممكن بكل سهولة اروح الشرطة وابلغ عنك واقول اني لقيتك جوه عربيتي وشاكك فيكي، وطبعا النيابة هتحبسك وهتحقق وهتروح الميتم وهتسأل عنك هناك، ولو كلامك صح هيرجعوكي تاني على الميتم، فاسمعي مني وقعدي هنا احسن من قعدة الاقسام. بصيت له ماسا وهي كانت بتعيط وهي مش عارفة ليه بيحصل معاها كده.
حاضر، أنا هسمع كلامك وهقعد هنا لحد لما تتأكد أني مش بكذب، بس أرجوك لو رحت الميتم أوعى تقول قدام عمي صالح أني أنا هنا عندك. أنا ما قلتش أنا هعرف الحقيقة إزاي ولا حتى هسأل مين، عشان كده ما تسأليش على أي حاجة. حاضر، بس هو أنا هقعد هنا بصفتي إيه؟ قصدي يعني هشتغل إيه؟ ولا حاجة، هتهتمي بس بالبيت في فترة غيابي، مش هتعملي حاجة أكتر من كده. قصدك يعني أبقى خدامة؟ أنا كلامي كان واضح، قلت هتهتمي بالبيت والاهتمام حاجة وشغلة الخدامين حاجة تانية، وأظن أنك مش هتبقي حابة نفسك خدامة ولا إيه؟ أي شغل أنا أكسب من وراها لأمتي بالحلال عمر ما هيكون فيها عيب، وبعدين ما أنا لازم أشتغل قدمها أقعد هنا الفترة دي، لأني مش هبقى عالة على حد ولا هقبل أني أكل وأشرب ببلاش. كلامك كويس بس ما يفرقش معايا في حاجة، أنا قلت اللي عندي، أنت هتهتمي بالبيت خلال فترة غيابي، ويلا تعالي أوريكي أوضتك. ومشيت مسا مع محمد وطلعوا الأوضة، وبصت مسا ولقيتها أوضة جميلة جدا ما كانتش بتحلم أنها تقعد فيها. دي الأوضة اللي هتقعدي فيها لحد لما أعرف الحقيقة، وممنوع الخروج برا بوابة الفيلا غير بإذني، لإما هتشوفي وشي مش هيعجبك. قال لها كده ومشي فورا من قصادها. اما مسا فقعدت في الاوضه وهي بتعيط ومنهاره لانها مش عارفه ايه اللي هيحصل معاها تاني. وعدى اسبوعين على وجود مسا جوه بيت محمد اللي كان دايما بيحاول يتجاهل وجودها طول الوقت، اما هي فكانت اتعودت على عيشها في الفيلا وكانت بتهتم بالتنظيف والاكل، وما كانتش بتحب تتكلم خالص مع محمد لانه دايما كان بيبقى مكشر. وجه يوم جديد وكان يوم سبت الساعه 8 الصبح، وكانت مسا واقفة في جنينة القصر وهي بتقطف شوية ورد، ولقت خالد ابن عم محمد جه ووقف وراها وقلب ابتسامة: صباح الفل والياسمين. انت مين يا جدع انت وبتعمل ايه هنا؟ واضح ان القمر عايز يتعرف. تمام يا ستي، اعرفك بنفسي، انا خالد مهران ابن عم محمد الخديوي اللي ساعدتك واقفة حاليا جوه فيلته، بس ما تعرفناش انت تبقي مين. انا اسفة ما كنتش أعرف والله إنك قريب محمد بيه، أنا اسمي ماسا وبشتغل هنا. بتشتغلي هنا؟ بتشتغلي إيه؟ أنا بهتم بالبيت في غياب محمد بيه، يعني بهتم بالأكل والتنظيف وكل حاجة. آه فهمت، تمام، بس هو فين محمد؟ ولحظتها دخل محمد اللي كان ظاهر على وشه الغضب وهو باصص على ماسا: اطلعي على أوضتك حالا يلا. حاضر عن إذنك. ومشيت مسا بسرعة وهي حاسة بالإحراج الشديد، أما محمد فبص لخالد بانزعاج: أنت كنت بتقول لها إيه؟ مالك متضايق كده ليه؟ وبعدين أنا يعني هقول لها إيه يا محمد؟ أنا بس كنت بتعرف عليها. وتتعرف عليها ليه أصلا؟ وبعدين أنت إيه اللي جابك هنا؟ أنا جيت هنا عشان أجيب لك الدوسيه اللي فيه معلومات عن الشخص اللي أنت عايزه اللي اسمه صالح، وأنا ما كنتش أعرف إنك هتزعل كده عشان اتكلمت مع الشغالة بتاعتك. هي مين دي اللي شغالة؟ انت بتقول ايه؟ في ايه مالك يا محمد؟ ماسا هي اللي قالت لي انها بتنظف وبتعمل الاكل، يعني خدامة. لا يا سيدي، ماسا بتعمل كده لانها ست البيت وخطيبتي اللي هتجوزها. اتصدم خالد من كلامه وابتسم باستغراب: هتتجوزها؟ انت بتتكلم بجد؟ اخيرا هتتجوز؟ ايوه اخيرا. وبعدين بقول لك ايه، انا مش عايز حد يعرف حاجة عن الخبر ده غير لما انا اقول بنفسي. ماشي يا خالد؟ مع اني مش هقدر امسك لساني، بس هحاول عشان خاطرك يا عريس. لما نشوف. يلا امشي انت، وعلى الله تفتح بقك بحرف. عيب عليك، اعتبرني ما سمعتش حاجة، بس وصل سلامي للعروسة اللي هي اسمها ايه؟ ماسا. مبروك عليك الماسا يا خديوي. اتضايق محمد جدا بسبب كلام خالد عن ماسا، اما خالد فضحك وطلع يجري وركب العربية ومشي فورا، ومحمد ركب عربيته وبدأ يقرأ الدوسيه، وبعد كده ساق العربية ومشي وراح لحارة ضيقة قوي ووصل لعند بيت وطلع وخبط على باب شقة صالح، وبعد دقيقة الباب اتفتح ولقى صالح في وشه، واول ما شافه محمد دخل من غير ما يستأذن وقعد وبص لصالح اللي قعد قدامه وهو مبتسم: محمد باشا الخديوي عندنا. يا نهار الهنا، خير يا باشا؟ في حاجة؟ قصدي يعني ايه سبب الخطوة العزيزة دي؟
هي خطوة عزيزة فعلا، بس أنا مش جاي علشان أزورك، أنا جاي بخصوص حاجة تانية خالص. أنا قبل ما أجي كان معايا دوسيه في كل المعلومات اللي تخصك، وبصراحة كان مليان بلاوي، أولهم السرقة من فلوس تبرعات الميتم واعتداءك على البنات اللي هناك، ده طبعا غير صفقات بيع الأطفال من الميتم. ده كفاية ولا تحب أني أكمل؟ اتصدم صالح جدا بسبب كلام محمد. أنا ما عملتش أي حاجة من اللي أنت بتقولها دي. تمام خالص، أنا بقول إننا نروح النيابة وهي تقرر بمعرفتها. لا نيابة إيه؟ سعادتك عايز مني إيه بالظبط؟ وليه جمعت عني كل المعلومات دي؟ أنت اللي عايز، لأني وصل لي كلام إن سعادتك بتحاول تعرف عنوان بيتي وبتلم معلومات عني، فقلت أسبق وأجيلك عشان أشوفك بتدور عليا ليه. وأنا هدور عليك ليه يا باشا؟ يعني أنا مش فاهم أصلا. طب نقول انك بتدور على مسا، كده الموضوع فرق جامد، صح ولا انا غلطان؟ مسا مين؟ انا معرفش حد بالاسم ده. لا صح معايا كده، انت فاهم كويس انا بتكلم عن مين. وبعدين انا مش جاي علشان اسمع كلامك، لا خالص، انا جاي عشان اسمعك كلامي انا، اللي هتمشي عليه احسن ما زعلك، وانت راجل كبير يعني ومش هتستحمل زعلي. انا لحد دلوقتي مش فاهم انت ليه بتحاول تهددني وبتخوفني كده. بقولك ايه يا راجل، انت انا جاي عشان كلمتين، ابعد عن مسا وبطل تدور عليها، لانها هتبقى مراتي، واللي يفكر انه يقرب من مراتي هكون واخد روحه، وانا مش عايز اكون السبب في موتك، عشان كده اسمع الكلام وابعد عن مسا. وخلص محمد كلامه ونزل فورا، أما صالح فنزل وراه بسرعة وركب تاكسي وفضل ماشي وراه لحد لما محمد وصل فيلته ودخل. أما صالح فنزل من التاكسي وبص على الفيلا بكل خبص وحقد. بقى الست ماسة عايشة هنا وكمان هتتجوزها؟ ماشي خالص، أنا بقى هسلمها لك مدام عشان ما تتعبش شبابك يا محمد أفندي. وسكت صالح ومشي من المكان، أما محمد فطلع وخبط على أوضة مسا اللي فتحت وهي خايفة. قبل ما تزعق معايا، أنا ما عملتش أي حاجة، ابن عمك هو اللي جه واتكلم معايا. أنا مش جاي عشان أزعق معاك يا مسا، أنا جاي عشان أقولك إني عرفت الحقيقة وعرفت إنك ما كنتيش بتكذبي. حست مسا بالفرحة لأنها طلعت بريئة قصاده، بس في لحظة واحدة اتغيرت تعابير وشها كلها وتحولت للزعل لأنها خلاص هتمشي من البيت، وبصت لمحمد بحزن لأنها تعودت على وجودها معاه حتى لو ما كانتش بتكلمه، أما هو فكان بيبص لها ومبتسم لأول مرة في حياته. إيه زعلان عشان هتمشي وتسيبيني، ولا دي نظرة حزنك على وعدك معايا أسبوعين؟ بصراحة الأول كنت زعلانة أنك حبسني هنا، بس دلوقتي زعلانة لأني كده خلاص همشي، وأنا تعودت على وجودي هنا. هو حضرتك يعني هو ممكن أفضل شغالة هنا وأوعدك أني ههتم بالبيت أحسن من الأول كمان؟ أها قلت إيه؟ قرب منها ومسك إيديها بابتسامة. طب إيه رأيك تكوني ست الفيلا كلها وتتجوزيني يا مسا؟ إيه نتجوز؟ أنت بتهزر صح؟ أنا عارف إن طول الفترة اللي فاتت ما كناش بنتكلم، بس ده ما يمنعش إن طول الوقت كانت عيني عليكي ومتابع كل حركاتك، وبصراحة بقى من غير ما أحس يعني اتعلقت بيكي، وواضح أكتر إني حبيتك جدا. مسا وهي دموع الفرحة بتنزل من عينيها. أنا مش مصدقة اللي بسمعه، تعرف إني برضو كنت بعمل كده، وكنت طول الوقت بحاول أقنع نفسي إني مش بحبك لأنك أنت فوق قوي وأنا تحت الصفر. ننسى كل الكلام ده دلوقتي ويلا جاوبي على سؤالي، تتجوزيني ولا لا؟ طبعا موافقة. خلاص يبقى كاتب الكتاب بكرة، ودلوقتي هتيجي معايا على بيت العيلة عشان اعرفك على مرات عمي، لان انا ماليش غير خالد ووالدته واخته الصغيرة. حاضر يلا. ومشيت ماسة معاه وهي فرحانة جدا، وراحوا لبيت العيلة وتعرفوا على الست كوثر اللي كانت بتتكلم بابتسامة. ما شاء الله، عروسة زي القمر يا محمد. طبعا ده أنا محمد الخديوي، يعني لازم مراتي تبقى حاجة نادرة. طبعا، وانت هتقولي بس كده كاتب الكتاب هيبقى بكرة، لازم نجهز من دلوقتي للحفلة. الفرح هيبقى في فيلتي التانية، أنا هكلم شركة متخصصة وهتحضر كل حاجة في وقت قياسي، ودلوقتي جيت عشان أخدكم كلكم ونروح الفيلا التانية عشان نجهز كل حاجة. طب تمام قوي، هنلم حاجتنا وهنيجي معاكم.
وبالفعل قامت كوثر ولمت هدومهم ومشيت هي وبنتها مي اللي كانت عندها 10 سنين، وراحوا مع ماسا ومحمد للفيلا وبدأوا في التحضيرات للفرح. وعدى الليل وطلع النهار وكملوا الترتيبات، وعدى النهار ودقت الساعة 8 بالليل وكانت الفيلا كلها أنوار وموسيقى وضيوف. أما جوه أوضة ماسا فكانت لابسة فستان الفرح وكانت جميلة جدا بجد، وهي بتتفرج على الفستان وفرحانة بنفسها. فجأة لقت باب الأوضة اتفتح ودخل حد شايل ورد ومخبي بيه وشه، فاستغربت ماسا جدا، أنت مين وإزاي تدخل من غير استئذان؟ ولحظتها شال صالح الورد من على وشه وبص لها بابتسامة خبيثة، وهو انت كنت استأذنتي لما هربتي وسبتيني؟ عم صالح انت عرفت مكاني ازاي وعايز مني ايه؟ عايز منك اللي طلبته منك قبل هروبك، ولانك هربتي قبل ما اخد اللي انا عايزه، فانا هوفر على حبيب القلب الدخلة وهقوم بيها مكانه وهسلمك ليه مدام. ماسا كانت بتبصله بخوف وعياط وفضلت تصرخ، أما صالح فقرب منها وفعلا بدأ يعتدي عليها، وماسا بتصرخ باسم محمد اللي سمع صوتها وكسر الباب ودخل وجري على صالح وشده بغضب، بتعمل ايه يا زبالة؟ وحياة أمك لهرميك في السجن لحد لما تتعفن. كنت فين يا محمد؟ ده كان عايز يعتدي عليا. وحياة أمك ما هسيبك وهندمك على كل اللي عملته. انا ما عملتش حاجه يا بيه، دي بتكذب، وهي اللي قالت لي اجلها. كذاب والله العظيم بيكذب يا محمد، اوعى تصدقه. ومين قال اني هصدق كلب زي ده؟ انا هخليك تروح السجن وتكمل بقيه حياتك هناك. وشد صالح ونزل بيه من السلم الوراني عشان محدش ياخد باله من الضيوف، وبلغ البوليس اللي وصل بعد نص ساعه واخد صالح وركبوه العربيه. اما محمد فبص للظابط، الراجل ده ما يخرجش من السجن يا مازن، انت فاهم؟ رد مازن واللي كان ظابط وصديق لمحمد، انا مش هسألك هو عمل ايه، بس ما تقلقش اعتبره اختفى. ومشي مازن وساق العربية واخد صالح ورماه في السجن، اما محمد فكان طلع لماسا واخدها ونزل وكتبوا الكتاب وركبوا عربيتهم وراحوا على يخت كبير. وكانت ماسا بتبص على محمد بحزن، فاستغرب محمد جدا، انت زعلانة من ايه؟ عشان فرحتي اتكسرت، مش مصدقه ام الراجل ده وصل لمكاني ازاي وكان عايز. بس ما تكمليش، النهارده مفيش اي حاجه حصلت غير اننا اتجوزنا وبقيتي حرم محمد الخديوي يا ماسا هانم. والله العظيم مش مصدقه اننا اتجوزنا، حاسه اني بحلم يا محمد، انت عامل زي النجمه اللي في السماء وانا بنت عاديه على الارض، مش قادره اصدق اني وصلت للسماء ومسكت النجمه دي بايديا. وليه ما تقوليش انك انت النجمة اللي محمد قدر يوصل لها يا ماسة قلبي؟ وانت روحي وقلبي وكل حاجة يا محمد. انا بقول نأكد الحب ده في أوضة نومنا بقى. وشالها محمد وهي بتبصله بكسوف، بحبك يا محمد. وانا بحبك يا ماسة قلبي. ودخل بيها محمد لأوضة نومهم واتقفل عليهم الباب. أبطالنا اتجوزوا وعاشوا في تبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات وعقبال كل البنات الأمارات. ولحد هنا تكون خلصت قصتنا يا أحلى متابعين في الدنيا بحالها، قولوا لي رأيكم فيها في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك، واستنوني في قصص تانية كتير. بحبكم قوي، مع السلامة.